أستاذة حسناء الشناوي أوجهان، أستاذة بكلية العلوم عين الشق جامعة حسن الثاني بالدار البيضاء. كان لي الشرف أنني نساهم اليوم في هذه التدهورة اللي هي يعني أمسية ديال علم الفلك اللي قام بها الكلوب فيستيفال دي سيانس ديال المدرسة الحسنية للمهندسين. هذه التظاهرة كانت تظاهرة اللي هي جميلة وراقية، بحيث أنه كان فيها تدخل ديال الدكتور الطالبي على قراءة السماء، تدخل ديال السي نبيل بوستة على الصور الفوتوغرافية ديال الأستروفوتوغرافي، وكانوا كذلك واحد الورشات اللي هي لصالح الأطفال ولصالح الناس اللي جاوا لهاد التظاهرة. الورشات كان فيها ان بلانيتاريوم اللي مشرف عليه السي زريدي، ودي زاكتيفيتي الأطفال مع السيدة لطيفة النجاري، وكذلك ورشة ديال الاكتشاف ديال النيازك من طرف مؤسسة الطارق اللي احنا تنشرفوا عليها. السلام عليكم، معكم داود بوكرما، شيف ميديا ديال الفيستيفال دي سيونس، هاد النادي اللي كيتواجد بالمدرسة الحسنية واللي الهدف ديالو هو تبسيط العلوم وتوصيلها لأكبر عدد من الناس. اليوم هاد الكلوب نظم النسخة السادسة من الأمسية الفلكية اللي كينظمها كل عام، واللي كانت عبارة عن ندوة بحضور مدام حسناء الشناوي، بحضور مسيو حسن الطالبي، مسيو بوسيطة. بالإضافة كانوا دي زاكتيفيتي اللي عندهم علاقة بالاسترونومي بحال لاطونت ديال لابلانيتاريوم، كانوا دي ماكيت سيونتيفيك اللي انيمي باغ مدام النجاري، اي اوسي كانت لوبزيرفاسيون باغ تيليسكوب اللي انيمها مسيو الطالبي، ولاطونت كانت انيمي باغ مسيو الزريدي. كنشكروهم بزاف على الحضور ديالهم وعلى هذه المعلومات اللي عطاونا.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.